كما يسرني أن أرحب بضيوف مصر الأعزاء مهنئا حافظة كتاب الله عز وجل من مصر ومختلف دول العالم من أبنائنا الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 28، مؤكدا على ضرورة فهم معاني القرآن الكريم ومقاصده السامية التي تدعو إلى مصلحة البشرية جمعاء. ولا يفوتني في هذه المناسبة الكريمة أن أتوجه بالتحية والتقدير للعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، متطلعا إلى رؤية جيل واعد من شباب العلماء والأئمة المفكرين يساهمون في معالجة قضايانا الراهنة في إطار فهم واقع العصر مستجداته وتحدياته، مع الحفاظ على ثوابت الشرع للدين الحنيف. ومن هذا المنطلق أقول لكم: واصلوا جهودكم الجادة ومساعيكم المحمودة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يحمل كل معاني الرحمة والتسامح والتعاون والعمل والبناء وأعمال العقل في فهم النص ومنهاج الله عز وجل في تسيير هذا الكون الفسيح بما يسهم في عمارة الأرض.